اهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. يمكن في اي كشف اثري خصوصا هنا في سقاره طبعا في العلماء والخبراء ودكتور مصطفى وزيري، ولكن ايضا في الايد اللي بتشتغل وبتحفر بايديها، واللي دايما الدكتور مصطفى وزيري الحقيقه والوزير بيوجه لهم الشكر والتقدير على المجهود الكبير اللي بيعملوه خصوصا في الظروف اللي ليها علاقه بالجو، وهم العمال اللي بيشتغلوا بايديهم، واحنا معانا مجموعه منهم واللي شاركوا في الكشف الاثري الاخير بسقاره. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، معك رئيس مصطفى عبد الصادق رئيس حفار منطقه سقاره. اهلا بيك، وعرفنا بقى بالعمال. معانا هنا ابو سريع من ضمن العمال، ومعانا هنا البنا بتاع عشان يعمل لنا جدران عايزه ترميم او حاجه، فبننادم عليه على طول ويشتغل فيها ترميم يعني. ده ابراهيم. قول لنا بقى انتوا بتشتغلوا ازاي وامتى وشعوركم ايه النهارده؟ احنا نظام شغلنا طبعا بنشتغل مربعات، بنحدد مربع 10 متر في 10 متر وبنبدا ان احنا ننزل فيه عن طريق الفيسان والزنابيل لحد ما يتقابلنا جدران او حيطه عايزه ترميم عايزه توضيب ليها بنوضب على طول. دور كل واحد بيبقى ايه؟ طبعا في العمال اللي بتشتغل بالفيسان، وفي العمال اللي بتنقل ورا منيها، وفي العمال اللي بتشيل بالزنابيل وراها لحد ما تطلع عرضين بره. حاج، وانت بتشتغل يعني في مكان زي ده بتبقى ازاي واخد بالك من كل، طبعا مهنه صعبه وشغلانه دقيقه جدا، لان اي غلطه فيها ممكن تاثر على اثر موجود او حاجه، فازاي بتشتغل؟ بشتغل الرق يعني حوالي 30 40 سنتي ونمشي واحده بواحده، دحين لو قابلنا اي حاجه بنكتشفها نادر الريس نقول له اتفضل يشوفها ونطلعها. يعني دورك لحد وقت معين او مكان معين، بعد كده لما بتحس انه في اي يعني ما نقدرش ننزل اعماق. خطوات الشغل خطوه خطوه عشان ما ناخدش خطوه غلط في الشغل ترتب على اخطاء بعد كده. تمام. بقى في بقى بعض الحجاره الثقيله اللي بتعدي اوزانها 2 طن 3 طن بنبدا نحركها، نعمل لها سكك خشب وبتاع، وبنحرك فيها بالدرافيل والحبال مثلا قوه العمل 80 عمل، بنلم العمل كله بنحرك الحجاره دي عن طريق السكه الخشبيه والدرافيل والحبال. بنردد بقى بعض الكلمات التحفيزية مثلا نقول اللي معانا الله معاه، اللي علينا الله عليه، صلاة عليه يا عم، صلي صلي عليه، كل عمل يرد وراك، يا بحري صلي، يا شرقي صلي، كل العمل يرد وراك. يعني بعد بقى يعني الحفر والأعمال اللي ممكن تقعد بالشهور على الأرض، والدعوات والهتافات اللي بتقولوها عشان تشجعوا بعض، شعورك ايه بقى في اللحظة اللي بتلاقوا فيها أكثر؟ طبعا مبسوطين وفرحانين، يعني فينا حتى ترم من روم في حفر بتوجه من الرئيس، حسب الرئيس ما بيوجهني احنا بنشتغل. يمكن واحنا هنا في الوقت المؤتمر وقت الاعلان عن الكشف كان دكتور مصطفى وزيري دايما بياكد على جهودكم وبيوجه لكم الشكر، والوزير كمان. كان شعوركم ايه لما الوزير ودكتور مصطفى وزيري نفسه بيقدر لكم او يعني بيقول قد ايه انتوا دوركم مهم؟ طبعا هو بيدينا دفع للامام، بيدينا طاقه ايجابيه، بيدينا حماس عشان ما نحسش بتعب او ارهاق او حاجه زي كده يعني. رغم بقى الظروف الصعبه اللي علاقه بالحر احيانا، اللي علاقه بالتراب وكده، لكن انت تبقى حاسس بيه وانت شغال في فرحان طبعا، اللي انت بتكتشف حاجه من تراث بلدك القديم، وطبعا الحاجه دي بقى لها فرحه وليها اهميه كبيره. يعني مثلا لما بنلاقي اوان، بنلاقي مقبره طبعا قديمه نكتشفها، طبعا العوام بتاع الجو حر صيف شتاء شغالين، بقى فرحانين مبسوطين اللي احنا بالعمل اللي احنا بنعمله ده، حاجه يعني حبه في البلد مش عشان اي حاجه، وكله بتعليمات الرئيس برضو. يعني لما بنلاقي اي حاجه بنشتغل بالفرشه المصريين واحده واحده، حاجات يعني دقيه، شغل سريع لا واحده واحده شغالين معاه. بيبقى في فريق عمل، لازم مثلا بنشتغل 5 فيسان، يبقى قدام 5 فنيين بالفرشه والمصطرين، قدام الفاس، وقدام الخمس فنيين، وراهم طبعا اللي بنجل الغلقان، وراهم اللي بيطلع عرضين على العرضين بره، يعني زي مراحل انتاج، زي مصنع شغال من اول الفني للفاس للي بنجل المقاطف للي بنجل الردمة على حد الردين بره، يعني خط انتاج شغال. دايما الله يخليك يا فندم، سعداء دايما بنفخر بيكم وباللي انتوا بتطلعوه لنا دايما لمصر وللعالم كله من اثار، فانتوا الايد يعني اللي الله يخليك يا فندم. شكرا يا فندم، وحابب اختم بيه او الدعوات او الاناشيد اللي بتحبه. يلا مع بعض كده، اللي معانا الله معاه، واللي علينا الله عليه الصلاه عليه، واللي علينا الله عليه الصلاه، يا عم صلي صلي عليه.